قد كان علي الرضا كبير الشأن أهلاً للخلافة. وأهم حدث وقع في حياة الإمام علي الرضا هو علاقته بالخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد. فما الذي جرى بينهما؟ حدث بآل البيت حبا وعرفانا، وانشر صحائفهم نورا وريحانا، للتقاطم يمنا وإيمانا، والله زكاهم وحيا وقرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبو الحسن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني، هو عندنا أهل السنة من سادات بني هاشم وأحد الأعلام في العلم والدين، حتى قال عنه محمد بن حبان: علي الرضا من سادات أهل البيت وعقلائهم وأجلة الهاشميين ونبلائهم. وقال عنه ابن حجر الهيتمي: أنبههم ذكرى وأجلهم قدرا. وقال عنه الذهبي: كان من العلم والدين والسؤدد بمكان. ويعده الشيعة الاثنى عشرية إمامهم الثامن المعصوم، ولا معصوم عندنا أهل السنة إلا جده نبي الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد بالمدينة سنة 48 بعد المئة، عام وفاة جده جعفر الصادق. كان علي الرضا شديد الأدمة، يميل إلى السواد بسبب أن أمه كانت نوبية من النوبة واسمها سكينة. كان علي الرضا عظيم الشأن من سادات أهل البيت وكبير بني هاشم في زمانه. كان صاحب علم وعمل ودين وسؤدد، تلقى العلم من والده وأعمامه، ويقال بأنه أفتى وهو شاب في أيام الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال عبد الرحمن ابن الجوزي: كان علي الرضا يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن نيف وعشرين سنة. ومن تأمل في كلمات علي الرضا علم أنه من أهل العلم والحكمة كآبائه وأجداده. قال الحافظ الذهبي: كان كبير الشأن، له علم وبيان ووقع في النفوس. أثرت عنه كلمات نورانية بديعة، منها قوله: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره، وإن أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ومنها قوله: التوحيد ثمن الجنة، فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص دخل الحصن، ومن دخل الحصن أمن من العذاب. وكان له أدعية طيبة. عن أبي الصلتي قال: سمعت علي الرضا بالموقف يدعو هذه الكلمات فيقول: اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني علمك فليسعني عفوك، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. ومن شعره البليغ قوله: كلنا يأمل مدا في الأجل، والمنايا هن آفات الأمل، لا تغرنك أباطيل المنى، والزم القصد ودع عنك العلل، إنما الدنيا كظل زائل حل فيه راكب ثم ارتحل. قال الحافظ الذهبي: قد كان علي الرضا كبير الشأن أهلا للخلافة. وأهم حدث
وقع في حياة الإمام علي الرضا هو علاقته بالخليفة العباسي المأمون ابن هارون الرشيد. فما الذي جرى بينهما؟ استدعى المأمون علي الرضا إلى خراسان سنة 200 للهجرة، فلما رآه سر به وأعجب به غاية الإعجاب وبالغ في إعظامه والخضوع له، حتى أنه زوجه ابنته أم حبيب سنة 300. صارت العلاقة بين الخليفة المأمون وبين علي الرضا علاقة متينة، وجمعت بينهما المصاهرة، حتى إن أخاه زيدا لما خرج بالبصرة على المأمون وفتك وعسف ذهب إليه أخوه علي الرضا ليرده، فسار إليه وقال له: ويلك يا زيد، فعلت بالمسلمين ما فعلت، وتزعم أنك ابن فاطمة؟ والله لأشد الناس عليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي لمن أخذ برسول الله أن يعطي به. فبلغ كلامه المأمون فبكى وقال: هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوة. لم تزد الأيام الخليفة المأمون إلا إعجابا بعلي الرضا، إلى درجة أنه اتخذ قرارا تاريخيا لم يسبق إليه، وهو أنه صير علي الرضا وليا للعهد. أتدرون ما معنى هذا المرسوم؟ مآله نقل الخلافة من البيت العباسي إلى البيت العلوي. اتخذ المأمون هذا القرار الجريء وكتب بذلك إلى الآفاق، وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السواد فجعله أخضر وهو شعار ولباس العلويين، بل ضرب اسم علي الرضا على الدينار والدرهم العباسي. بل أكثر من ذلك، هم المأمون بالتنازل عن الخلافة لعلي الرضا. قال ابن كثير: كان المأمون قد هم أن ينزل له عن الخلافة فأبى عليه ذلك، أي رفض علي الرضا ذلك، فجعله ولي العهد من بعده. طيب، ما الذي جعل المأمون يأخذ هذا القرار؟ جاء في وفيات الأعيان قوله: كان السبب في ذلك أنه استحضر أولاد العباس الرجال منهم والنساء، وهو ببلاد خراسان، وكان عددهم 33,000، واستدعى علي الرضا فأنزله أحسن منزله، وأخبرهم أنه نظر في أولاد العباس وأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فلم يجد في وقته أحدا أفضل ولا أحق بالأمر من علي الرضا فبايعه. قال محمد ابن طلحة الشافعي: علي الرضا أحله الخليفة المأمون محل مهجته، وأشركه في مملكته، وفوض إليه أمر خلافته، وعقد له نكاح ابنته، وكانت مناقبه علية، وصفاته سنية، ومكارمه حاتمية. إلا أن حياة علي الرضا لم تطل، في سنة 300 لما توجه المأمون إلى العراق خرج علي الرضا معه، ومروا بطوس فنزلوا بها. قال ابن جرير الطبري: صار المأمون إلى طوس وأقام عند قبر أبيه هارون الرشيد أياما، ثم إن علي ابن موسى أكل عنبا فأكثر منه فمات فجأة في آخر شهر صفر، فصلى المأمون عليه ودفنه عند قبر أبيه الرشيد، واغتم المأمون لموته. انتهى كلامه. مات علي الرضا في طوس سنة 300 وهو ابن 49 سنة، رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه وأجداده. هذه رياضه تهتز أغصانا، غنى الزمان بهم للمجد ألحانا. هذه رياضه تهتز أغصانا.
علما وتعليما تقوى وإيمانا إني أحبهم قربا وإحسانا إني أحبهم قربا وإحسانا.